شأنها الاقتصادي، وصل دينار الجزائري انهياره أمام العملات الأجنبية في السوق السوداء، حيث تجاوز سعر صرف الأورو الواحد حدود 219 دينارا في انعكاس يربطه مراقبون بالأحداث التي تشهدها البلاد. نتابع. سوء الأوضاع السياسية وتزايد الطلب على العملات بالمواسم الاستثنائية، بالإضافة إلى خوف المواطن الجزائري من انهيار أكثر للعملة الوطنية، كلها أسباب زادت من تهاوي قيمة صرف الدينار أمام العملات الأجنبية التي قفزت بنسبة زيادة إلى 15% مقارنة بالدينار. مختصون في الشؤون الاقتصادية استبعدوا فرضية تعافي سوق الصرف في خضم الأوضاع الراهنة، محذرين من تزايد ارتفاع الأسعار إذا لم تشهد البلاد استقرارا في الأوضاع السياسية بالأيام القليلة القادمة، حيث شهدنا في الشهر الأخير زيادة أكثر من 15% لسعر العملات الأجنبية مقارنة من الدينار، سواء الأورو أو الدولار. 15% ناتجة عن تخوف المواطنين أو أصحاب الادخار عن انهيار مدخراتهم أو قيمة مدخراتهم. يمكن جدا أن نشهد انهيار أكثر لقيمة الدينار مع العملات الأجنبية، حتى أن بعض الاقتصاديين يتكلموا على إمكانية اللجوء إلى سعر يكون في 250 ولا ربما 300 دينار للأورو الواحد. في ظل غياب مكاتب معتمدة للصرف، يبقى المواطن الجزائري رهن بارونة اليورو المتحكمة في أسعار العملة الصعبة.